مرحبا أصدقاء الاختراع المصري، مفاجأة النهاردة إن شاء الله تعجبكم. تم عمل مسابقة جديدة خاصة بقناة الاختراع المصري، وتم إضافة هدايا جديدة وهما ايفون 7 بلس وسامسونج S7 ايدج. هيتم السحب على الهدايا كل 15 يوم، والاختيار هيبقى يدوي وليس عشوائي. هيتم اختيار أكثر الأشخاص تفاعلا على القناة. شروط المسابقة هي الاشتراك في القناة إذا لم تكن مشترك والضغط على زر الجرس، ومشاهدة الفيديو كاملا حتى يتم الاستفادة منه ويتم اقتراحه للآخرين، وعمل لايك للفيديو ومشاركته مع الأصدقاء على الفيسبوك أو أي موقع تواصل اجتماعي، وعمل تعليق. لازم تعلق وتقول رأيك في الفيديو بكل صراحة عشان أقدر أوصلك لو أنت من الفائزين.